السلام عليكم. كيف الحال؟ اليوم نحن في تيدكس البحر جايين عشان نقدم، أو أنا جاي عشان أقدم عرض ألعاب خفة. تمام، قبل ما أبدأ العرض بس حاب أنوه على السريع أن راح أقدمه راح يكون عبارة عن ألعاب خفة وخدع بصرية، ما لها أي علاقة لا بجن ولا بسحر ولا من هذا الكلام. تمام؟ حلوين. طيب قبل ما نبدأ بس نبغى نسوي تحمية خفيفة معاكم يا جمهور. أبغى كل واحد فيكم يمد يده اليمين معاي زي كذا، كلكم معاي. يا سلام. تمام، الحين أبغاكم نفس الشيء كلكم تمدوا معاي اليد اليسار. حلوين، يا سلام. طيب الحين اليد اليسار اقلبوها على تحت، اليسار اليد اللي ما تاكلوا فيها. يا سلام. اوكي، الحين اليد اليمين نفس الشيء اقلبوها تحت. حلوين. طيب الحين ناخذ اليد اليسار نرفعها لفوق اللي ما ناكل فيها نفس الشيء. طيب ناخذها على الجهه اليمين وننزلها على تحت. يا سلام. الحين نقفل اليدين مع بعض. طيب في شيئين مهمين الحين لازم نتاكد منهم. اول شيء الاصبع الصغير حق اليد اليمين يكون هو اللي فوق. يا سلام. ثاني شيء ابغى الابهامين يكونوا موجهين على تحت. حلوين، الابهامين يكونوا موجهين على تحت. طيب بعدها ابغى تعدوا معي 1 2 3 وتسوي زي كذا. جاء محتوى معي. يعطيكم العافيه. تمام، الحين يعطيكم العافية. الحين راح احتاج متطوع معاي من الجمهور، بس قبل ما يطلع راح اكتب بريدكشن او توقع على هذه الصبورة. طبعا ما راكم تشوفوا، انا اللي بس راح اشوف. تمام، الحين اخذت عندي هنا توقع. بحط في هذه الورقة اللي كتبت فيها التوقع حقي. يا سلام. طيب الحين احتاج اتطوع من الجمهور. طبعا من قسم الرجال يتفضل معاي. يا سلام. حلوين، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ لا بالعكس عادي. طيب اول شيء راح نحط عندنا 4 ارقام. تمام، رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4. تمام، ابغاك تختار من واحد من هذه الارقام وتقول لي. قول لي اي واحد. 3. تمام، اخترت معانا رقم 3. اوكي، راح نشطب ارقام الباقي. طيب كلنا ناكل يوميا خضروات صحيح؟ ناكل خضروات. حلوين. طيب في السلطة في بعض الأكلات كل موجود فيها خضروات. طيب أباك تعطيني اسم من أسماء الخضروات، أي خضار. خس. حلوين. اسم ثاني، أحتاج خضروات كثيرة، حاول تشغل مخك معي. بصل. حلو. بعد طماطم. روح بحتاج كثير. طماطم. طماطم كتبناه، كتبنا خس وبصل وطماطم. خيار. خيار. بعد خيار. كرفس. كرفس. حلوين. عطيه. بطاطس. بطاطس. هل الجمهور يساعدنا؟ يا سام تفضلوا. كزبرة. حلوين. جرجير. حلو. جزر. الحين كم وحدة عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نحتاج وحدة زيادة. بقدونس. ما أكثر بقدونس. حلو، نكتب بقدونس. بقدونس. حلوين. الحين صار عندنا زي ما تشوف مجموعتين خضار صحيح؟ تمام، عندنا الخس والبصل والطماطم والخيار والكرفس فريك.
تمام؟ البطاطس والكزبرة والجرجير والجزر والبقدونس الفريق. حلوين. اختار واحد من الفريقين. أشر عليك. لا فريق أو فريق، جهة واحدة بس. الفريق الأول، تمام؟ راح نشطب عليه. حلوين؟ تمام. الحين عندنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بطاطس وكزبرة وجرجير وجزر وبقدونس. اختار واحد. جرجير. حلوين. طيب عندنا الحين بطاطس وكزبرة وجزر وبقدونس. يلا اختار. بقدونس. عندنا باقي بطاطس وكزبرة وجزر. اختار. جزر. يا سلام. الحين راح يبقى معانا ثلاثة. عندنا البطاطس والكزبرة، تمام؟ الجزر راح تأهل معنا على المرحلة النهائية. عندنا البطاطس والكزبرة، اختار واحد منهم. البطاطس راح نشطبه. الحين في الأخير عندنا باقي إيش؟ الكزبرة والجزر. اختار المرشح الأخير. الكزبرة. يا سلام. راح نشطب على الكزبرة، تمام؟ الحين زي ما تشوف عندنا هناك ورقة، أنا كتبتها قبل شوي قبل ما أطلع معنا على المسرح، وعليها مجموعة أوراق. أبغاك بس تشيل مجموعة أوراق وتمسك الورقة وتفتحها للجمهور. حلوين؟ شيل مجموعة أوراق. يا سلام. خذ ورقة افتحها للجمهور. يعطيك العافية حبيبي. يعطيك العافية. تمام. الخدعة اللي بعدها، الخدعة اللي بعدها راح تحتاج متطوع ثاني. تفضل اختار المتطوع. تفضل. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شلونك؟ تفضل. طيب في البداية زي ما تشوف هنا معاي مجموعة ورق، حلوين؟ راح أحطها هنا وما راح أقرب منها. أباك حط المايك هنا بس عشان تقدر تتخيل معاي. حلو. أباك تتخيل مجموعة زي هذه بالضبط، تمام؟ قرب معاي هنا. أباك تتخيل مجموعة زي هذه بالضبط في يدك. أمسك يدك زي كذا. الحين عندك مجموعة زي هذه، حلوين؟ في يدك. طيب الحين أول شيء تسويه راح تأخذ بيدك اليسار وتفتحها من فوق، افتحها زي كذا. يا سلام. الحين طلع المجموعة كاملة من العلبة، طلع الورق من العلبة. الحين طلع، حط العلبة هنا على الطاولة. طيب الحين في يدك اليسار الورق كامل، صحيح؟ افرد الورق زي كذا بيدينك، اختار ورقة من الورق وشيلها لبرا. تمام. إيش هذه الورقة اللي اخترتها؟ أي إيش هي؟ قولها. من أي ورق من الورق غير الجوكر؟ عندنا أرقام وعندنا أحرف، تمام؟ الأي. تمام. الأي عندك أربع أشكال. عندك أول شيء لونين، أسود وأحمر، اختار الأسود. عندك السبيت وعندك الشيرية. السبيت. حلوين. طيب الورقة هذه، لا لا تحطها في جيبك. الورقة هذه اقلبها، أوكي، ورجعها في داخل الورق. يا سلام. الحين كل ورق مكشوف في جهتك، ورقة واحدة مقلوبة اللي هي إيش؟ أكة السبيت. أي السبيت؟ إيش نسيت؟ لا، الورق في يدك، العلبة هناك. تمام. لم الورق مرة ثانية. حلو. خذ العلبة، رجع الورق داخل العلبة، سكر العلبة. يا سلام. الحين أباك تحط العلبة اللي عندك على هذه العلبة، حط عليها. يا سلام. الحين الورق اللي تخيلتها أو المجموعة اللي تخيلتها راح تكون هذه هي المجموعة. كيف؟ راح نفتح المجموعة هذه ونفرد الأوراق، ندور عن الورقة الوحيدة المقلوبة. ورقة واحدة مقلوبة، بقية مفتوحين. تفضل اسحبها. افتحها وريها الكاميرا. معليش، وريها الكاميرا هناك. الله يعافيك، شكرا لك. طيب طيب الحين راح نروح للخدعة اللي بعدها.
زي ما تشوفون هنا معاي سلسلة مسباح، تمام، مربوطة بخيط، وعندي هنا كاسة فاضية ما فيها أي شيء. هاخذ سكين وراح أقص هذه السلسلة. راح أنزل حبات السلسلة داخل الكاسة. باقي عندي الخيط هنا، راح أخذ الخيط زي ما تشوفون وأقصصه داخل الكاسة. تمام؟ الحين مجرد إني بحرك الكاسة زي كذا، ركزوا معي. في حبتين. تمام؟ باقي الباقي. تمام. الحين راح أحتاج منديل من عند الجمهور. أعطوني منديل واحد. يا سلام عليك، شكرا لك. عندنا منديل زي ما تشوفون، بعد ما جلس شوية ناخذ المنديل. لا حد يجرب هذا البيت، تدرين؟ ناخذ المنديل واكسر. يعطيكم العافية. طيب الحين راح أحتاج 11 متطوع يطلعون معي على المسرح. تفضلوا 11 متطوع، تفضلوا على طول، لم نحتاج 11. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، بقينا واحد. تفضلوا هنا معي. يا سام عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، باقي واحد. واحد اثنين خمسة، باقي واحد يا شباب. يا سلام. طيب الحين عندنا 11 شخص معانا على المسرح. طيب في البداية أحتاج أشرح لكم فكرة الخدعة هذه. عندنا زي ما تشوفون ورق، تمام، بس هذا الورق مختلف. ليش؟ كل ورقة راح يكون عليها رقم، تمام، راح أمر عليكم كلكم. كل ورقة راح يكون عليها مكتوب رقم، مو نفس الرقم الموجود فوق، مكتوب عليها رقم بالأسود. حلوين. كل ورقة عليها رقم مختلف، تمام، كل ورقة راح يكون عليها رقم مختلف. طيب ايش الفكره؟ راح امر عليكم الحين واحد واحد، وابغى كل شخص منكم ياخذ ورقه من الورق اللي عندي. بعد ما ياخذ ورقه من الورق اللي عندي راح يتوجه على الطاوله هذيك، بناء على الرقم الاسود المكتوب على الورقه، تمام، بناء على الرقم الاسود المكتوب على الورقه راح ياخذ الظرف الموجود هناك، نفس الرقم، ويرجع على نفس مكانه بالضبط، ما حد يغير مكانه. حلوين. تمام، ابغاك تقول لي السبب في مكان تبغاه في الورق. اوكي، تفضل في الورقة، تفضل على الطاولة. ما تقول ستوب. حلوين، تفضل في الورقة، تفضل على الطاولة. ما تقول ستوب. حلو، تفضل. قول لي ستوب. حلوين، تفضل. قول لي ستوب. تفضل. قول لي ستوب. تفضل. قول لي ستوب. تفضل. ستوب. تفضل. تفضل. ستوب. تفضل. ستوب. تفضل.
حلوين. الحين راح ارجع الورق هنا. كل شخص معاه ظرف ومعاه ورقه، بس بينوا الارقام لجهه الجمهور وبينوا الورقه نفس الشيء معاها. حلوين. الورقه مع الظرف عشان نبين ان كل شخص اخذ ورقه واخذ معاها ظرف. حلوين. طيب الحين ابغاكم كلكم بنفس الوقت بعد ما عدى الثلاثه تفتحون الظرف من فوق، تمام؟ اول شيء لاقوا المكان اللي تفتحوا منه الظرف. ايوه، افتحوا الظرف تلاقوا ورقه داخل، طلعوها وتفتحوها للجمهور. يلا تفضل، افتح الورقه اللي داخل، افتحوها بشكل كبير وروها للجمهور. جهه الجمهور، جهه الجمهور. يعطيكم العافيه. تقدر تفوز بيها اذا تفوز. الحين خدعته الختامية، تمام؟ راح احتاج مستوى واحد اخر مرة. تفضل معي مستوى اخير. حتى لو كان مستوى قبل شيء ما في مشكلة. تفضل. الحين عندي ورق عادي، تمام؟ راح اوريك اياه في البدايه. ورق عادي ما في اي ورقه تشبه الثانيه. حلوين. طيب راح احتاج منك تختار واحده من الورق، اسحبها ولا توريني اياها. وريها للجمهور وريها للكاميرا. تمام؟ اوكي. طيب الحين ابغاك تعطيني الورقه مقلوبه عشان ما اشوفها. حلوين. المره الاخيره نوريها للجمهور. راح اخذها واحطها في نص الورق، تمام؟ راح اخبص الورق، راح اخبصه مره زياده. بس تسمح لي توقف هنا، ركزوا معي. ايش اللي راح اسوي؟ راح ارمي الورق بيد اليمين، وراح امسك الورقه اللي اخترتوها او اللي اختارها الشاب معي بيد اليسار، تمام؟ ركزوا معي. راح اسوي واحد اثنين. يعطيك الف عافيه، ما قصرت. يعطيكم العافيه.